Oscar, l'Oscar est la première édition Insta Celebrity Awards. C'est un festival d'Oscar dédié pour la récompense des meilleures influenceuses et meilleures instagrammeuses en Tunisie. Qui pour les meilleures influenceuses et meilleures instagrammeuses, l'Oxdo, celle qui toujours fait du bon contenu, tant qu'à dire de matière mizienne, il collabore avec des grandes marques. لي ستاتيستيك نتاعهم يبداو ما شاء الله طالعين وعندهم بون نوتوريتي سير انستغرام هما يدهم سون دي سيليبر سير الانستغرام فما بيان سور سا ايتي با الياتوار فما ان كوميتي خدمة على لي نون فما دي نون ريبيري اللي هما ديجا معروفين اكثر دي بروفيل نخدموا على الانستغرام اكثر دي بروفيل معروفين فما ان كوميتي سبيسياليست اون ستاتيستيك نتاع مانجمنت ديجيتال خدمة على لي 50 باست الاخرينين نتاع كل اسم منهم فهمت وخرجنا دي ستاتستيك سلون لي نومبر دو شام لي نومبر دو في نتاع لي ريلز نتاع لي فيديو لاكروسمون نتاع لي نومبر دابوني نتاعهم وبو دو موا وانا ريبيري لي ميور انفلونسر اوورد سنة ما عليها وليد كل عام عندنا تكريم حاجه باهي على خاطر اوفا العباد كل فهموا اللي هذه خدمه اللي فيها برشا تعب واللي لازمنا يفوق وزون ريكومبونسي احنا كوم توت اوتر ارتيست خاطر قاعدين نعملوا في برشا خدمه في كونتوني مزيان اللي نتعبوا عليه فما بكو دو كرياتيفيتي دونك سي اوني اوسي دي ارتيست دونك ان شاء الله اليوم يكرموني جي هات ان شاء الله تعدى سهريه مزيانه Ça fait plaisir, là. Surtout les femmes, les blogueuses culinaires. Ça fait plaisir de le concept. هي اكثر حاجه تبعها تويسا في كل الاحوال اللي صارت في الكونفينمون سيغتو العباد الكل تغرمت بالكوزينه حتى العباد اللي ما تحبش الكوزينه ياسر تبعوا لي زانفلونسيز كولينيغ وفي كل في كل مكان في كل زمان كما نقولوا اول ايفينمون بور لي انستغرامرز خلينا نقولوا بس كوما اكتيف اكثر على ما فما دي ايفينمون نوليو احنا الدخلاء دونك عملونا ايفينمون جوست لينا احنا هكا دونك اي واحد ماهوش انستغرامر هو الدخيل هو اللي بلاصتو ماهوش هو اللي مش فرح بيبي اليوم علاش نقولوا انه الكومبيتيسيون خلينا نقولوا هذايا كمان الكومبيتيسيون من حسب لجنه تصير بيان سور انه عطات حق كمان لي انستغرامرز ولا لي انفلونسرز انه يكونوا عندهم ذير اول معناها ايفينت ايه الحمد لله معناها اللي صارت اول مره تصير في تونس حاجه كيما هكا خاطر كيما نعرفوا معناها برا من تونس ديما يعملوا حاجات كيما هكا لي انفلونسور وللانستغرام والحاجات هذيا الكل خاطر كيما نعرفوا معناتها في وليت حاجه معناها معترف بها الحمد لله اللي في تونس عملوا لنا حاجه كيما هكا تتصور ان اليوم الانستغرام فهموا العباد اللي هو بزنس اكثر منه ريزو سوسيال يستعملوا العباد باش يعطوا تصور فيديوهات وقت اللي يفهموا اللي هو كيما قلت انت سي ان بزنس توا واللي ديغيغ راهو سي توت اون استراتيجي وفما عباد راهو تقرا في ليسونس وتقرا في ماستر وعادي تعمل دكتوراه جوست على الحاجه اللي نعملوا فيها احنا دونك وقتها توا يفهموا برشا حاجات سمعت كلمه بكري ما عند الضيوف انه اول اديسيون جينيرالمون ديما يخافوا منها باش يجيو معناها في اي دومين كو سوا موسيقى ولا سينما ديما الدوره الاولى تكون مخيفه شويه انه باش نجيو في حاجه ما نعرفوهاش علاش جيتوا اليوم؟ والله اورجانيزاسيون انا ما كنتش تخوف لحد شيء اورجانيزاسيون طياره على الاخر والحفله تحفونا على الاخر دونك فما عادش سامباتيك اول مره فمش علاش باش نخافوا معناها سيرتو احنا معناها ديما نحضروا في ديزيفينمون الكل فمش علاش باش ما نحضروش في ايفينمون سبيسيالمون لينا احنا معناها
نيكوز تيلي ولا انفلونسوز انفلونسوز وعندي تجربة جديدة ان طونك كرونيكوز ان شاء الله ننجح فيها وعلاش لا نطور مالي الماتريس علاش لي بيان سور انت شنو توا انا توا انفلونسوز اليوم حاضرة لهنا ان طونك انفلونسوز اول اديسيون في كومبيتيسيون كيما هكا كيما تنجم تلقى برشا شكر كيما تنجم تلقى برشا نقد يقول لك نتاع شنو يعملوا حاجة كيما هكا سور في كل دومين لازم تلقى شكون معناتها يحبك وفما شكون يكرهك وفما شكون يعطي عليك كلمة باهية وفما شكون يعطي عليك كلمة خايبة مي اوغوزمون ولاو يعملوا دي زيفينمون كيما هكا للي زانفلونسور دونك الايفينمون كيما هكا ما نحبش بين ظفرين نقولها اعتقدر للانفلونسوز والانفلونسور انه يكونوا موجودين في الصورة في الميديا ايش نقول لك ميلك اون فيت لي انفلونسور على باز هو عندهم مقدارهم مش معناها ما كنتش معاك كنت مسكر دارهم اما لو فيت اللي يوصلوا يعملوا لهم دي زيفينمون كيما هكا سكو زادوا كبروا بيهم اكثر واكثر دونك ميرسي اللي نظموا ليفينمون هذايا للي انفلونسور الفنانات المؤثرات في تونس بيان سور بيان سور في برشا حاجات برشا حاجات نحس اللي برشا ناس قاعده تاثر بيا كوتي حتى فازيتي معناها ليماج شنو نلبس لي زكتيفيتي برشا ناس يتبعوني ويحبوا يعملوا الحاجات اللي انا نعمل فيها رمزي اول اديسيون من اسا سيليبرتي وورلدز المارك كما المارك نتاعك نلقاها موجوده في اديسيون الاولانيه برشا يقولوا انها ريسك انك تعمل ديفيلي في حاجه كيما هكا بالنسبه لك قداش وقت مثلا لك الاديسيون هذه والله العظيم هذا بور كومونسي ديجا اللي كي اورغانيز ليفينمون لي زارسليمي خديت مع ريسكي برشا حاجات عملنا جي ام سي وقتها سيتي زاد كيف كيف البروميير اديسيون كنت انا في الديفولي دوفرتور كنت باقي على قاعده 2-3 ans وفات كان بعد خاطر وقت الكوفيد دونك تخصت عليها لي جورني دو مود دو كارتاج سينو حتى الفو ايسي اسمع قال لك قال لك كي نو تونت ريان لا ريان انت على انستغرام تتحرك ولا لا؟ Je suis active sur Instagram, oui. Je suis active, alhamdoulilah, في التلفزاوي. Je suis active في الأعلام, alhamdoulilah, oui. Donc, normalement, وين تحطني تلقاني. نورمالمون كرموك من اليوم. Bah, je sais pas, هذايا, ça dépend de سلامي اللي منظم السهرية اليوم. Mais bon, normalement, أنا نحس في روحي مكرمة اللي أنا قاعدة نخدم من غير ما يكرمني حتى حد. شنو سر الضحكة اليوم؟ أنا ديما نضحك. وإن شاء الله بقدرة ربي ما يفكها مني حد بإذن الله.